السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادي ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صابلي اللي غنحتاجوا فيه المقادير التاليه. غنحتاج دقيق على حسب الخليط، 3 الكيسان ديال سكر كلاصي عنبه، 4 الزبده، 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه، 4 البيضات، قشور ديال اللوز حسب 2 معالق، الملح وخماره. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. بعدا نجيبو السكر كلاصي والزبدة، قياس ديال الملحة، نحك السكر كلاصي مزيان مع الزبدة، نمشيو شي جبانية كتسيح ولا شي خمر. نخويو دابا الزيت، نضيف البيض ديالي، كما كتشاهدوا دابا نبدا نزيد الدقيق ديالي على حسب الخليط. نضيف كذلك الخمارة، بعد ما دخلت شوية دقيق غنزيد 2 معالق اللي قلت ديال قشورة اللوز، ونضيف الدقيق. كما كتشاهدوا معايا كملنا العجينه ديالنا. بالنسبه للقشور اللوز انا اكتفيت بهذا المقدار ديال 2 معالق، اللي بغى على حسب الذوق، اللي بغى هي صدقوني غير كتجي زوينه، يعني ما كيديرش لها شي حاجه. خليها ترتاح لمده ربع ساعه من بعد نتلقى باش نشوفوا الطريقه ديال الصابلي ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما ارتاحت العجينه نسرحوها. انا اختاريت مرشوم داير، من بعد ندخلهم للفرن حتى يطيبوا، من بعد نتلاقاو باش نشوفوا طريقه الزين. كيف ما كتشاهدوا انا غنوريكم الطريقه اللي غنزين بها الصابلي ديالي. انا اختاريت بطبيعه الحال المول ديال السيليكون ديال النحله والشهده اللي غنجيب نصبق ليه ودوب الشكلاط بيض، قياس معلقه غنخويه في الجهه ديال الشهده كيف ما كتشاهدوا. بالنسبة للحنة بعد ما دوبت الشكلاط كحل بهاد الشكل، كيف ما كتشاهدوا معايا. الا بغينا فوق النحله نعاودو نصيبو بها على شكل شهده حتى يكرم الشكلاط الكحل كيف ما كتشاهدوا، ونعمروه الا بغينا زعما نحصلو على هذا الشكل. سبق لي وجدتها من قبل. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما طاب البسكوي من بعد ما يبس الشكلاط كيف ما كتشاهدوا هذه كتجينا على شكل شهيده. واللي بالنسبه للنحل انا صيبتها هكا كحله باش نلصقها فوق من الشهيده، ولا بغيتي بحال هكا منين
يبس لك الحال ديالنا، تزيدي عليه الشوكولاتة ابيض يخلي حتى يكرمل حيده. غنمشيو دابا نجيبو ستاير ماده نحاسيه وغنديرو بها الشهده، ندهنو بها عفوا النحله كامله. هالشكل بالنسبة لهذه اللي فيها الشوكولاتة بيض، غير نعرف كيفاش نخدمها باش ما يوسخ الشوكولاتة البيض. كيف ما كتشاهدوا من بعد ندوب انا هنا الشوكولاتة البيض، غنجيب فوق كل صاب اللي عندي ونحط نجيب دابا غير شويه فوق ما بين الجنحان ديال النحله والباص ديالها، وغنوضع كيف ما كتشاهدوا على هذا الشكل في الجنب. بهذه الطريقة نخليها تيبس شوية وغنجيب العسل. دابا غنجيب العسل ديالي وأنا دايرة بطبيعة الحال لبرة، نمشي كل وسط خلية نوضع فيها العسل بهذا الشكل. مع العسل عاقد شوية كيف ما كتشاهدوا معايا، انا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع القياس اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، صابلي الشهدة والنحلة هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.